الرب بقلب كل واحد فينا، هو بينور لنا طريقنا. كلنا بنعرف يا اخواتي انه هيدي الدنيا فانية، واللي بده يمشي على طريق الرب لازم يضحي. كلنا ضحينا، بس هيدا الشيء ما لازم يخلينا نخسر ايماننا، لازم ايماننا يزيد. خلينا نتذكر شو قلنا الاسبوع الماضي لما حكينا عن قصة يا رب أنا عبدك الفقير ومكرس كل حياتي لألك. عم بخطبك من كل قلبي يا رب، أنت الوحيد القادر يحقق كل المستحيل. دخلك يا رب رجع لي نظري، خليني اخذك بطريقه افضل يا رب. يا رب ما حدا بيسمع. انت مين؟ شو عرفك عن شو عم بحكي؟ انا اللي بيرد لك نظرك، بس شرط تروح الكنيسة. خيرك يا رب، الحمد لله. عم بحكي معك، اسمعني. ليه ما عم تحكيني يا رب؟ ضاعت عني هيدي التجربة. ما بعرف شو بدي اقول لك. إيماني عم يضعف يا أبونا. يا ابني ليش بدي ضعف إيمانك؟ حاسس انه الرب قاسي علي شوي. الرب لما بيوضع فينا مصيبة هيدي بتكون رسالة. بس بدي يرجع نظري، بدي يرجع نظري. يا ابني انت المثل الاعلى اللي بضيعتك وعم ياخذوا من ضعفك قوة. تذكر آلام وعذاب المسيح. عذابك مثل عذابه. صلي وضالتك بالإنجيل، والله بوفقك وبكون معك. صلي لي يا أبونا، صلي لي. الرب موجود بقلبك وبعقلك، ما تخلي يطلع لا من قلبك ولا من عقلك. بابا يا رب
سامحني على ضعفي وقلة إيماني، بس أنا ما بقى قادر أتحمل العتمة. ما حدا غيري إلا لما ظهرك. الرب قادر على كل شيء. شو جايك بخدمة الكنيسة؟ إذا بدك تنجح نظرك ما لك الكنيسة. يعني إذا أنا بفل من الكنيسة بيرجع لي نظري؟ انت خذ قرارك. شو كيفك يا ابني؟ كيفك ابونا لوقا؟ يا هلا فيك. تروح تعشى عنا؟ لا والله ضايق خلقي يا ابونا. لا عبالي اتمشى شوي. طيب على راحتك. الرب معك ابونا. دخلك شو المطلوب للواحد يصير عنده سيارة تاكسي؟ بده يكون معك دفتر سواقه و ورق ثبوتيه بيطلبوا منك، بده يكون معك هيك سياره شوي مرتبه. الشغله صعبه يعني. ليك صراحه لهون عليك، في هالسياره وهالنمره انا بدي بيعهم. اذا بدك خذهم انت اخي، انا عرفت ما بقى بدي. طب لك تعرفوا شو صار ببيروت؟
تفضل. عفوا ما تؤذينا. خذي راحتي. ايه ايه. انت شو بتشتغلي ساره؟ انا بغني بنايت، يعني فيك تقول كان كل حياتي حلم اكون نجمه. انت؟ انا حلمي بعتقد اتحقق. انا بدك تقولي كنت كانه ميت وعشت. وانت صوتك حلو يعني؟ هيك بيقولوا. اذا بدك تعو انت حكم. هيدي أحلى سارة سهرانة بحياتي. إيه بعد ما خلصت. حضرت الترويقة. ما فينا بعد؟ لا يلا قوم. شو
ليه ما رجعت طيب بعد؟ منيح بعد؟ سارة في ايه؟ يا رب بعرف مشيت على طريق الغلط، بعرف اني غلطت، بس سامحني. ما في حدا بيسمعك. رجعت انت
ربي. أنا ندمان كتير. أنا غلطت. غلطت ومشيت على طريق الخطيئة. بس أنا عبدك الصالح. بطلب إنك تغفر لي. سامحني يا ربي. سامحني. سامحني. ها أنا أخدمك كل هذه السنين ولم أخالف لك يوما أمرا ولم تعطني مرة جديا لأتنعم مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل ثروتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن، فقال له أبوه: يا ولدي أنت معي في كل حين وكل ما هو لي هو لك، ولكن كان ينبغي أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وضائعا فوجد.